المقدس الإله الواحد أمين. اليوم يوافق ذكرى السنوية للمرحوم المهندس قرقس شنودة. ربنا ينيح نفسه في فردوس النعيم ويعطي الأسرة فرح وعزاء دائم. في إنجيل هذا الصباح بيتكلم عن إنجيل السامرية والأحاد بتاعت القيامة مترتبة القراءات بتاعتها، كل حد له قراءات معينة. فالكنيسة مقدمة النهاردة عايزة تربط بين الحياة الجديدة وبين القيامة، ان القيامة حياة جديدة زي ما السامرية خدت حياة جديدة. السامرية انسانة خاطية، انسانة لها 5 ازواج والسادس اللي معاها ما كانش ليها، يعني انسانة تمرمرت في الخطية، وهذه الانسانة سمعتها طبعا مش حلوة. لكن هذه الإنسانة لما عرفت المسيح تغيرت وبقت مثال للإنسان التايب اللي تغير. والمية اللي كانت عند البير رمز للحياة، والمسيح قال اللي يؤمن بيا نفس الوضع كده هياخد حياة جديدة. قال أنا أديله ينبوع، وإحنا عارفين إن الماء هو سبب الحياة في هذا الكون، ولما يجي يشوفوا مكان مفهوش مية يقولوا مفهوش حياة المكان ده. فالمسيح قال أديله حياة جديدة، هديله حياة تنبع إلى حياة أبدية، ينبوع ماء هيسقيه من ينبوع الماء الحي ويديله حياة جديدة. ساعات ناس كتير تستغرب، نقول لهم نسامح زي ما المسيح يسامح، يقولوا يعني وأنا المسيح؟ لا ما سامحش، ده المسيح، ده القديسين. لكن هنا المسيح بيقول لنا أيوة أنا أقدر إن أنا أحولك وحولك من الموت للحياة، ومن قمة الضعف لقمة القوة، ومن الخطية والمرارة للنعمة والبركة. والكلام ده لو ما كانش المسيح يقدر يعمله يبقى إيماننا باطل، لكن المسيح عمله وبيعمله كل يوم في النفوس اللي مؤمنة باسمه. عمله المسيح مع موسى الأسود اللي كان زعيم عصابة وكان شرس، وكان معروف عنه ازاي انه هو عدواني جدا. صار موسى الأسود انسان طيب القلب وانسان محب جدا، و حياته كلها وهبها للمسيح، لدرجة ان في ساعة الاستشهاد قدم نفسه شهيد وطلب ان يموت شهيدا. الكلام ده حصل وتحقق في القديسة مريم القبطية او مريم المصرية اللي كانت طلع على سفينة علشان تغوي الشباب، سفينة رايحة للقدس او المدينة المقدسة، وكانت طلع مخصوص من أجل الخطية وإن هي تغوي الشباب. ولكنها لما جت تدخل كنيسة القيامة لقت قوة بتمنحها من دخول الكنيسة، فقدمت توبة. وبعد ما قدمت توبة تحكي سيرتها إن هي تغيرت الحياة بالنسبة لها خالص، وعاشت 70 أو 80 سنة لا ترى وجه إنسان في برية نهر الأردن، لدرجة ان القديس القس زوسيمة شافها وهي بتصلي، ايديها مطلعة زي انوار او نار صوابعها وهي بتصلي، ومرتفعة على الارض بمقدار ذراع. ازاي يحصل الكلام ده؟ انسانة خاطية متمرمرة في قمة الخطية تصير سائحة وناسكة، وتصير مملوءة من الروح، وتصير إنسانة كلها حرارة تصلي لله بهذا المقدار. المسيح يقدر أن يعطيني حياة حتى لو كنت في قمة الخطية. المسيح بيقول للزناة، بيقول للقتلة، بيقول للطماعين، بيقول لعبدة الأوثان أقدر أغيركم وأقدر أبدلكم.
أقدر أموت فيكم الطبيعة الوحشة وأديكم طبيعة جديدة حلوة. الطبيعة الوحشة اللي فيكم تموت، والطبيعة الجديدة يبقى لكم طبيعة جديدة. المعمودية هي موت، موت للطبيعة القديمة اللي فينا، وحياة بطبيعة جديدة خالص. عشان كده المعمودية موت وقيامة. الحياة مع المسيح كلها كده، موت عن الشر وعن هذا العالم بكل دنسه، وقيامة للحياة الجديدة. المية بتاعت المعمودية تموت فيها ويغرق الإنسان القديم العتيق، وناخد إنسان جديد. عشان كده يقول اخلعوا الإنسان العتيق والبسوا الفاخر الجديد. يعني ايه فاخر جديد؟ يعني هديكوا طبيعة جديدة، طبيعة حلوة طيبة تحب ربنا. وده اللي اتقال في البولس اللي قريناها النهاردة، يقول لنا إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس. هنطلب حاجة جديدة، ويعلمنا كده هوت أني أميتوا أعضاءكم التي على الأرض، الزنا، الهوى، الشهوة الرديئة، الطمع الذي هو عبادة الأوثان. وإيه تاني؟ ناخد طبيعة جديدة وأعضاء جديدة. إيه الأعضاء الجديدة اللي هناخدها؟ يقول لنا أحشاء رأفات. يبقى الشهوة والنجاسة والطمع والهوى ده نموته يموت، وناخد طبيعة جديدة عبارة عن أحشاء رأفات، الرأفة والرحمة، المحبة، اللطف، التواضع، الوداعة، دي اللي هناخدها. السلام يحل فينا، سلام المسيح، ده الإنسان الفاخر الجديد. عشان كده احنا بنرفض اي حد يجي الكنيسة ويفضل زي ما هو، نقول له لا، لازم تتجدد. لو فيك حاجة قديمة او حاجة وحشة لازم تتجدد، يموت القديم ويصحى الجديد. ما ينفعش نرقع. لو في توف جديد المسيح قال ما ينفعش نحط عليه رقعة جديدة، لا، لازم الكل يبقى جديد، لازم الكل يبقى جديد. جمل المسيح يقولوا له يوحنا المعمدان قال لهم ما ينفعش الكلام ده، أنا أديكوا طبيعة جديدة. ما ينفعش أخذ رقعة من توف جديد أو من قماش جديد أحطه على توف قديم. ما ينفعش تصوموا وانتوا بتوع العهد القديم لسه، وتصلوا بطريقة العهد القديم، ده أنا هديكوا روح جديدة وحياة جديدة. اللي يجددنا هو المعمودية، واللي يجددنا أيضا هو التوبة باستمرار. عشان كده بقول نتجدد، كلمة تجديد دي باستمرار. لو في حاجة قديمة ظهرت في أموتها. المسيح في المعمودية موت طبيعة القديمة. طب وبعدين في حاجة بالنسبة لي أنا أعملها بقى؟ إذا كان المسيح وهبني لما تعمدت وخرجت المعمودية طبيعة جديدة، مفروض أنا أموت، أعيش الإماتة وأعيش الحياة. أموت الإنسان العتيق بتاع العالم فيا، وأحيا الحياة الجديدة فيا. في عمل علي أنا، ما أقولش يا رب ما أنت خلاص اديتني الطبيعة الجديدة وخلصت، لا، لازم أنا أقدم توبة وأهرب عن الشر زي ما بقول أميتوا أعضاءكم. ليا دخل أنا في الموضوع، دخلي أن أنا أرفض الشر وأهرب من الشر زي ما بقول اهربوا، نهرب من أما الشهوات الشبابية فأهرب منها، وأن أنا أقاوم إبليس وما استجبش لأي فكرة تجيلي، وان انا امسك في وصية المسيح واعيش بيها، وصية المحبة، وصية الطهارة، وصية الوداعة، وصية اللطف. يبقى كده كأني الطبيعة اللي انا خدتها في المعمودية بحافظ عليها، اموت الطبيعة القديمة بتاعت العالم واحيا بطبيعة جديدة وبالانسان الفاخر الجديد. لو حد قال لي ما انا خدت المعمودية وخلاص، اقول له ما يكفيش، لازم انت تجاهد، ولازم انت تجاهدي، ولازم انا اجاهد اموت الخطايا اللي فيا والطبيعة الوحشة اللي فيا، وتحيا فيا حاجات جديدة.
وبكده أنمو في النعمة يوم عن يوم، يتجدد الإنسان الجديد اللي فيه حسب صورة خالقه، حسب ما ربنا عايز يخلقني. عايز ايه مني يا رب؟ عايز يديني صورة جميلة، لأنه خلقنا على شبهه، على صورته وشبهه وإيه ومثاله، فيديني صورة جديدة يوم عن يوم. أنمو في النعمة، النهاردة لي مستوى روحي، بكرة مستوى أكبر، بعد مستوى أكبر. النهاردة كنت بخاصم بطلت خصام، بكرة أزداد محبة، بعده ببذل، بعده بحتمل أكتر، بعده أسير كل خدمة ومحبة للناس. يوم عن يوم أتقدم، يوم عن يوم أزيد في الاتضاع، يوم عن يوم أزيد في المعرفة والحب لربنا، يوم عن يوم أزيد في الطهارة والتدقيق، وكده يبقى إنساني الجديد الفاخر، الإنسان الداخلي الباطن بتاعي بيتغير من صورة لصورة ومن مجد لمجد، عشان أقدر أتكلل وأقدر أسبق، ويكون ليا وأنا خارج من الدنيا دي يكون ليا نصيب سماوي حلو. ما ينفعش وما يكفيش إن أنا أفضل محلك سر أبدا. إحنا بنسأل نفسنا النهاردة، هل إحنا قبلنا الحياة الجديدة في المسيح وبننميها ولا لأ؟ المسيح بيقول أنا مستعد أدي، مش هدي حبة مية وبس عشان حبة حياة، ده أنا أدي ينبوع ماء ينبع باستمرار لحياة أبدية. هل أنا النهاردة الحياة الجديدة فيا ولا أنا لسه القديمة فيا؟ هل باجي للكنيسة بطريقة روتينية مظهرية وسايب خطيتي زي ما هي فيا، ولا بقدم توبة وبدقق وبنمو؟ والإنسان يوم عن يوم بيتجدد ويتغير. ده السؤال اللي بنسأله النهاردة. لو أنا لسه في مكاني زي ما أنا، يبقى أقول لنفسي لا يا نفسي ما ينفعش، لازم تقدمي توبة يا نفسي النهاردة، ولازم أمسك في المسيح النهاردة. المسيح مستعد أن يعطي، مستعد أن يحرر، مستعد أن يملأ. بيقول لنا الروح مش بيتعطي بمكيال، يعني الروح القدس اللي بيديه لنا ده مش بكيل، اللي عايز يديله اكتر. طب ما بناخدش ليه يا رب؟ احنا ما بنطلبش، ولما بنطلب بنطلب راضيا. لماذا لا ناخذ؟ لاننا احيانا بنطلب راضي. يعني ايه راضي؟ بنطلب شهوات الدنيا ومجد العالم، بنطلب الاكل والشرب، بنطلب المشاكل تتحل مين فينا وبنطلب وبس على كده. لكن ما قالناش كده، ده قال لنا اطلبوا اولا ملكوت الله وايه وبرقه، والباقي انا زودته لكم. نطلب عن مشاكلنا، بس الاول اطلب عن خلاص نفسي. نائلين غايه ايه؟ ايمانكم، خلاص الايه؟ النفوس. مين بيقول له يا ربي انا عايز خلاص نفسي، عايز نصيب صالح، عايز يا رب أكون لي مكان معك حلو، عايز يا رب أنمو وأكتر يوم عن يوم عشان يبقى لي مكان حلو، عايز يا رب أنمو في الصلاة، عايز أنمو في المعرفة الروحية وفي قراءة الكتاب. مين بيقول كده وبيطلب كده؟ لو إحنا بنطلب هيدينا. بالنسبة للقوت والكسوة، يقول من له قوت وكسوة فليكتفي بهم. لكن بالنسبة للحياة الروحية يقول اطلبوا، اطلبوا تجدوا، اسألوا تعطوا، اقرعوا يفتح لكم. عايزين نطلب قبل ما ينتهي اوان الطلب، لان الطلب له معاد، يجي في وقت من الاوقات ما ينفعش نطلب تاني. والروح بيعمل دلوقتي فينا، لكن يجي وقت من الاوقات يغلق الباب، فنحن معانا حياة جديدة بالقيامة، والمسيح مستعد يعطينا بالروح القدس اللي جوانا، وبالطبيعة اللي خدناها في المعمودية، وبالأسرار الحلوة الباقي عندنا إحنا، إن إحنا نطلب وبجدية. الله قادر أن يعطينا أن نجاهد وأن نطلب باستمرار، وأن ننمو في النعمة باستمرار، وأن نتغير من صورة إلى صورة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها. أمين.